إلى كل متألم، إلى كل مصاب، إلى كل مسجون، إلى كل مريض على فراش المرض اليوم، إلى كل من واجهه عقوق من أبنائه، إلى كل أم مكلومة، إلى كل حزين. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول لشبابنا ولفتياتنا، الله جل وعلا يحب أنبياءه، ما من نبي من أنبيائه إلا ابتلاه، كل نبي إلا ابتلاه الله، مع أنه يحبهم سبحانه وتعالى. نوح بالأمس يستهزأ به فترة وجيزة، ينجيه الله جل وعلا ومن معه في السفينة. إبراهيم بالأمس القريب يلقى في النار وفترة قريبة فيصبح خليل الرحمن. يعقوب يفقد بصره، ويفقد يوسف عليهم السلام جميعا، وما هي إلا فترة، ويعود الحبيب ويرد الله جل وعلا له البصر. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، كيف أصبح النبي الفاتح، بل هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم.